عندنا تعريف يقال عن العنصر A السلام أنه يرافق العنصر B في النطاق المتكامل R إذا كان A يساوي U في B حيث U قابل للانعكاس. إذن أنا عندي عنصرين A و B، أقول أن ال A يرافق ال B وأكتب بهذا الشكل. متى؟ عندما يكون أجد عنصر قابل للانعكاس أضربه في B يعطيني A. إذن ال A يرافق B إذا كان ال A يساوي U في B حيث ال U قابل للانعكاس. لاحظ معي لو ضربت هذا العلاقة في U inverse، طبعا U يقابل للانعكاس إذن يوجد له معكوس، أضرب في U inverse من جهة اليمين أو من جهة اليسار، يصير عندك U inverse في A تساوي U inverse في U بالمحايد في B تساوي B. إذن برضو أصبح ال B يساوي ال A في عنصر قابل، إذن أيضا ال B يرافق ال A. إذن علاقة الترافق علاقة متماثلة، علاقة متماثلة. إذا كان ال A يرافق ال B فإن ال B ترافق ال A. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، لاحظ أن A تساوي U، التعريف يقول أن A تساوي U في B حيث اليو قابل للانعكاس. هذه لو لاحظت أنها هي رقم اثنين من النظرية السابقة، النظرية السابقة كانت تقول بهذا الشكل A تساوي U في B حيث ال U قابل لي، يعني أقدر كان يقول A ترافق ال B، A ترافق ال B، لأن هذا هو تعريف الترافق. إذن ممكن أن أعيد صياغة النظرية مرة أخرى وأقول أن إذا كان A يرافق B فهذا يكافئ أن A يقسم ال B وال B تقسم ال A، أو أن المثاليين الأساسيين متساويين. طبعا هذا ما سنستخدمه في المسائل اللي بتمر عندنا مرات. إذا قلنا A ترافق B فسنستخدم التعريف اللي هو رقم اثنين، ومرات سنستخدم الشرط المكافئ وهو رقم واحد، ومرات نستخدم الشرط المكافئ رقم ثلاثة. إذا كان A يرافق B فأنا أقدر أستخدم أي من هذه الثلاثة شروط، طبعا أستخدمها بناء على طبيعة المسألة اللي عندي والشرط اللي يكون مفيد بالنسبة لي. طبعا يقول لك من الواضح أن الشرط في التعريف السابق يمكن أن يستبدل بأي من الشروط المكافئة في النظرية 3-5 زي ما وضحنا قبل شوي. خلونا ناخذ مثال على عنصرين مترافقين، طبعا قبل ما نشوف هذا المثال، خلنا ناخذ مثال أبسط، وهو لو اعتبرت النطاق المتكامل زد، زد نطاق متكامل العناصر القابلة للانعكاس فيه هي الواحد والسالب واحد. فمثلا ثلاثة تساوي سالب واحد في سالب ثلاثة، إذن الثلاثة تساوي سالب ثلاثة في عنصر قابل للانعكاس، العنصر القابل للانعكاس يسمونه يونت. إذن الثلاثة تساوي سالب واحد في سالب ثلاثة، أو الثلاثة تساوي عنصر قابل للانعكاس أو يونت في سالب ثلاثة. إذن وش على حسب التعريف وش علاقة الثلاثة بالسالب ثلاثة؟ الثلاثة ترافق السالب ثلاثة، لأنها تساوي الثلاثة تساوي سالب ثلاثة في عنصر قابل للانعكاس، إذن الزد عبارة عن أو في النطاق المتكامل زد
كل عنصر يرافق السالب، كل عدد صحيح يرافق السالب حقه. نجي للمثال هذا اللي عندنا الآن، يقول لك اعتبر النطاق المتكامل R زد في 3 تساوي M زائد N في جذر 3 حيث الM والN أعداد صحيحة. هنا كون مجموعة بهذا الشكل سماها زد أوف جذر 3 جذر 3، تتكون من إيش؟ من العناصر التي على الشكل التالي M زائد N في جذر 3 حيث الM والN أعداد صحيحة. يقول لك هي نطاق متكامل مع عمليتي الجمع والضرب الاعتياديتين. من أمثلة هذه المجموعة مثلا 2 زائد 4 جذر 3 هذا عنصر، 5 ناقص جذر 3 هذا برضو عنصر، جذر 3 برضو عنصر. ليش؟ لأن اعتبرت الإن بواحد والإم بصفر. 2 برضو عنصر لأن هنا اعتبرت الإم تساوي 2 والإن تساوي صفر لأنها جذر 2 زائد صفر أو آسف 2 في زائد جذر 2 زائد صفر في جذر 3 وتساوي 2، إذن برضو الاثنين عدد صحيح. إذن هذا المجموعة تحوي كل الأعداد الصحيحة ثم تحوي كل الأعداد اللي بهذا الشكل. هذه المجموعة يقول لك النطاق متكامل. الآن بنشوف عنصرين مترافقين، يقول لك جذر 3 يرافق العنصر 3 زائد 2 جذر 3. متى يكون جذر 3 يرافق هذا العنصر اللي في القوس؟ إذا كان وجد، لا ما هو إذا كان له معكوس، إذا كنت أقدر أكتب جذر 3 يساوي عنصر في 3 زائد 2 جذر 3 وهذا العنصر قابل للانعكاس، يعني يونت، هذا عنصر قابل للانعكاس. إذا وجدت هذا العنصر اللي يضرب في 3 زائد 2 جذر 3 ويعطينا الناس جذر 3، إذن هذين العنصرين إيش؟ مترافقين، هذين العنصرين مترافقين. طبعا هذا العنصر موجود، يقول لك لاحظ أن طبعا هو العكس، يعني هو أقول جذر 3 في عنصر قابل انعكاس يساوي هذا، أو هذا في عنصر قابل انعكاس يساوي جذر 3، فحنا بناخذ الشيء المكتوب عندنا وكلاهما صحيح طبعا ويمكن إيجاده. جذر 3 زائد 2 جذر 3 لاحظ أنها تساوي جذر 3 زائد 2 في جذر 3. ليش؟ كيف تعرف أنهم يساوي أن هذا التساوي صحيح؟ لو ضربتهم جذر 3 في جذر 3 هذا هو، وجذر 3 في 2، إذن واضح أن بالفعل التساوي هذا صحيح. الآن لو وجد أن هذا العنصر يونت أو قابل للانعكاس، إذن الثلاثة زائد جذر 2 زائد 2 جذر 3 يرافق الجذر 3. طبعا واضح، أو هو يقول أن له معكوس، العنصر جذر 3 زائد 2 له معكوس في R وهو العنصر سالب 3 جذر 3 زائد 2. كيف أتأكد أنه معكوس؟ أضربهم في بعض، أضربهم في، إذا طلعت تساوي الواحد إذن بالفعل هو معكوس، لأن جذر 3 زائد 2 في جذر 3 زائد 2 يساوي 1 بالفعل. جذر سالب جذر 3 في جذر 3 سالب 3، وبعدين الجذر في 2 بالسالب وفي 2 بالموجب تروح مع بعض، يبقى عندك 2 في 2 ب4 الناتج يساوي 1. بالفعل هذا العنصر قابل للانعكاس وبالتالي يوجد ترافق بين هذين العنصرين. إذن العنصر جذر 3 يرافق العنصر 3 زائد 2 جذر 3. عندك تمرين يقول لك أثبت أن علاقة الترافق بين عنصرين علاقة تكافؤ. عندنا مسألة يقول لك إذا كان A يرافق الـ X والـ B ترافق الـ Y، إذا كان A يرافق الـ X والـ B ترافق الـ Y في النطاق المتكامل
وكان الA يقسم الB فإن الX تقسم الY، بمعنى أن الترافق يحافظ على القسمة، الترافق يحافظ على القسمة. عندك A يقسم الB، إذن العنصر المرافق له X يقسم العنصر المرافق للB وهو الY، إذن علاقة الترافق تحافظ على علاقة القسمة أو على قابلية القسمة. الحل طبعا بما أن A يرافق الX، إذن النظرية اللي قبل شوي 4-5 يقول لك كل من العنصرين يقسم نفسه، لأن احنا قلنا الترافق بين عنصرين أقدر أعبر عنه بثلاثة بأي من الشروط المتكافئة الثلاثة، وهو أن كل عنصر يقسم نفسه رقم واحد، أو أن العنصر الأول يساوي الثاني في عنصر قابل للانعكاس، أو الثالث أن المثاليين الأساسيين إيش متساويين. كلام سليم. فأنا اخترت رقم واحد، إذن كل منهم يقسم الآخر. برضه بما أن البي يقسم الواي، إذن كل منهم يقسم الآخر. الآن عندي لنفرض أن الـ A يقسم البي، فرضنا أن الـ A يقسم البي، نبغى من الآن نثبت أن الإكس هو الذي يقسم الواي. عندي خمس علاقات قسمة، هذه واحدة، ثنتين، ثلاث، أربع، خمس، أقدر أخذ منها أنا اللي أبغى بحيث أن يصل إلى المطلوب. أباخذ X تقسم الـ A هذه من هنا، والـ A يقسم الـ B من هنا. وش استنتج؟ حنا أثبتنا أن علاقة القسمة علاقة ناقلة، فالأول يقسم الثاني، الثاني يقسم الثالث، إذن الأول يقسم، إذن الـ X تقسم الـ B، إذن الـ X تقسم الـ B. هذه العلاقة القسمة رقم 6 الموجودة عندي، أقدر أستفيد منها كالتالي: أخذ أن الـ X يقسم الـ B اللي هي هذه، وأن الـ B تقسم الـ Y اللي هي هذه، وبما أنها ناقلة X يقسم الـ B، الـ B يقسم الـ Y، إذن الـ X يقسم الـ Y وهو المطلوب.